السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم غنحضر معكم هاد فلون كراميل اللي كيجي رائع وفن ديال تحميره الوجه. ملي كتحطيه للضيافه كي يا سلام كيجي روعه، كلشي كتخليه كيسول اشنو درتي فيه وكيفاش وجدتيه. دوزي معايا الطريقه ديال التحضير ديالو اللي ساهله وكتوجد دغيا بلا فران بلا دقيق بلا بيض، كتصايبي تحليه واعره. شوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي، منظر ومذاقا سهل، يعني الطريقه ديال التحضير ديالو سهل والمكونات متوفره في كل بيت. يلا دوزي معايا الطريقه ديال التحضير ديالو. عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا ليا ابوني وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. حاجه غادي نبداو بها هي غادي ناخذ كاس ديال السكر سنيده باش نصايبوا الكراميل ديالنا. غادي نديروه فوق النار اللي خاصها تكون بوطه مهيله، يعني غير الرويصات اللي شاعلين بحال الشميعه، ونخليوه على خاطرو ما تحركوش في هذه اللحظه هذه كاع نهائيا، ما يتحركش كاع حتى يبدا يذوب لينا على خاطرو. كما كتشوفوا معنا من بعد الكراميل ديالنا ها هو، شوفوا كيفاش جا اللون ديالو ذهبي غزال. دابا عاد ناخذ واحد العصا خشبيه باش غادي نحركو بها، نحركو غير بشويه. راه كما قلت لكم النار مهيله واحد 5 دقائق 6 دقائق راه كيوجد معكم الكراميل ديالكم وتيكون ناجح 100%، وتيجي فيه واحد المذاق زوين ملي كتبقاي غاطيه الخاطر، يعني ملي كيطيب على الماء يعني اكيد كيجي صادق معك 100%. نخليوه غير واحد دقيقه وصافي، غادي نطفيو عليه البوطه وغيكون الكراميل ديالنا، يعني زيد الدوب لينا ديك سنيده وغيكون الكراميل ديالنا ناجح 100%. غادي نديرو مباشره في هاد المول هذا باش ما يكرمش لك دغيا. كي تحيديه من البوطه كديريه في المول، يمكن لك ديري المول اللي بغيتي، حيت انا بغيتو يجيني عالي شي شويه، يعني غادي نديرو في هاد المول هذا. دابا من بعد شوفوا كيفاش كيجي اللون ديالو، اللون الكراميل ناجح 100%. هانتوما راه دغيا كيشد راسو. غادي نخليوه غير في درجه حراره المطبخ حدانا هنايا، وندوزو دابا نصايبو التحليه ديالنا. نص لتر ديال الحليب وغادي نزيد عليه ربع لتر، يعني كاس ديال الحليب، نص لتر ديال الحليب كيهز 3 ديال الكيسان دابا كاس العلبة. غادي نديرو كاس ونص، هانتوما نزيدو النص، غادي ناخدو أول طبقة. عندي أنا هاد الفلو هذا هو اللي غادي ندير، غادي ندير جوج منهم. الطبقة الأولى وصدقوني كتجي اكثر من رائعه وكتجي واعره، ويعني ديال تحميره الوجه راه شي حاجه زوينه كتجي لا منظر ولا في المذاق. نديرو الساشي الثانيه. بغيتي ديري اي نكهه ديال البنان، انا دابا هذا هو اللي متوفر عندي كيعجبني انا، هذا كيجي زوين. غادي ناخذ جوج معلقات كبار ديال النشا اولا مايزينا، غادي ناخذ سكر سنيده بالنسبه للذوق تبقى لك الاختيار. ما تنساوش بلي الكراميل راه حلو، غادي ندير جوج معالق فقط وغادي نخلطو. اول حاجه كما كتعرفوا راه النشا كتلصق في الكسرونه لتحت، نخلطو هنايا عاد ديك الساعه نديرو فوق النار مع التحريك، وغادي نبقاو مع التحريك يعني ما تحبسوش نهائيا. ضروري ما عندكم ما ديرو، خاصكم ضروري تبقاو تحركو حتى يعقد لكم الخليط الاول. النار تكون عاليه
ما مجهده ما ناقصه عاديه متوسطه. نبقاو نخلطو حتى يعقد لينا الخليط ونرجع معكم. دابا كما كتشوفوا معايا ملي نبداو نحسو بالخليط ديالنا بدا يعقد لينا، غادي نزيدو واحد أربعة ديال القطع ديال الشوكولاط ابيض وغادي نذوبوه. كيعطي واحد المذاق زوين هذا الشوكولاط ابيض. راه بغيا تيذوب لينا. ودابا غادي نخويو الخليط ديالنا. راه كيجي عاطي واحد يعني غير الريحه ديالو، داك الشوكولاط اللي كنزيدو في الاخير كيعطي واحد لمسه رائعه. دابا درنا الطبقه الاولى، غادي نخليوها تبرد لينا عاد ندوزو نصايبو الطبقه الثانيه. غادي نصايبو الطبقه الثانيه، غادي نديرو لتر الا ربع ديال الحليب، يعني غادي نديرو كيف ما درنا المره الاولى نص لتر ونزيدو عليه ربع لتر. غادي ناخدو جوج فلون ديال الشوكولاط، كيبقى لك الاختيار. هاد التحليه كتجي مواتية مع ملي كديري فيها الكراميل والشوكولاط كتجي فنة. نديرو الساشي الأول والساشية الثانية. غادي نديرو جوج معالق كبار ديال مايزينا أولا النشا، وغادي نديرو السكر سنيدة. كيبقى هداك الإختيار، كل واحد والذوق ديالو. غادي ندير جوج معالق فقط. وغادي نخلطو. ضروري تخلطي كما كتشوفي مايزينا راه كتلصق في القاع ديال الكسرون ديالك، ضروري تخلطي ملي ديك الساعه ديريها فوق النار متوسطه مع التحرير نفس الطريقه كيف ما درنا. انا غادي نزيد فيها واحد معلقه ديال نسكافي، يعني القهوه سريعه الذوبان، غير شويه ونخلطو الكل. نديروه فوق النار متوسطه كما قلت لكم، يعني مع التحريك غادي نديرو النار متوسطه ونبقاو نحركو، ما توقفوش كاع نهائيا. يعني الا وقفتو في التحريك راه ما غاديش يصدق معكم، ما يجيكم داير لكم داك الحبيبات. وكما كتشوفوا معنا غادي نزيدو اربعه القطع ديال الشوكولاط مقطعات في الخليط. كما كتشوفوا معنا دابا غادي نخويو الخليط اللي درنا الطبقه الثانيه بشويه. راه الطبقه الاولى ديال الفلون الاولى راه يعني بردات لينا، ماشي درناها سخونه حتى كتبرد لك الطبقه الاولى. هي اللي كديري الثانيه يعني كتبرد لك مزيان. هانتوما راه خاصو يجي هكا، نتمنى يكون واضح ليكم. راه عاطيه في ديك المذاق ديال الشوكولاط مع القهوه، يا سلام ها الريحه بعدا كي طالعه فيه فنه. وصافي ونخليوه يبرد لينا ونرجعو ان شاء الله من يوجد لينا التحليه ديالنا. كما كتشوفوا معنا الاخوات غادي
نصايبو الفلون ديالنا في الصحن ديال التقديم وغادي نقلبو. وكان هذا هو فلون كراميل ديالنا. شوفوا كيفاش كيجي روعه 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 روعه. الكراميل كيجي سايح كيجي هابط كامل فيه. غادي نقطع معكم تشوفوا من بعد ما ندير التزيين. ندير اللوز مهرمش من الفوق. دابا غادي نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالو في الاخير. كيجي رائع وشد فراسو، يعني ماشي كيجي دايب اولا. شوفوا كيفاش كيجي، كيجي روعه. ونتمنى تجربوه بهذه الطريقه هذه، حيت فعلا راه اللي ذاقوا غادي يعجبو. ونتمنى الى الاعجاب ديالكم حتى نتوما، وتخليوا لي واحد التعليق وواحد اللايك الى عجبكم من طبيعه الحال. شوفوا كيفاش كيجي القوام ديالو، كيجي رائع. هانتوما خوتي كيجي روعه، بلا بيض بلا دقيق بلا فران بلا حتى شي حاجه. تقدري توجدي تحليه اكثر من رائعه. نقطع معكم تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي.